ليك حكايات يا دكتور مع جبر الخواطر شهيرة. صح. ايه القصة دي؟ القصة اللي انا متهيألي يعني تقريبا تلات ارباع مصر سمعها، فانا اكلم الربع اللي ما سمعهاش. لا برضو يعني جايز حد ما سمعهاش. لا لا يعني. نقول انا طلبني احد رجال الدين الكبار يعني ما شاء الله، بس احنا كاطباء ممنوع نقول اسامي العيانين. تمام. وانا لم اذكر اسم هذا الانسان في اي حاجة، هم حطوها في اسم واحد مش صح. مش صح؟ لا مش صح. يعني الاسم اللي اتقال مرات ومرات مش صح. مش صحيح. احنا كاطباء هو رجل دين. رجل دين، واحنا اول حاجه بنتعلمها في كل الطب ما تقولش اسمه فلان، ما اقولش انا كشفت على فلان طبعا. لان السؤال البديهي عنده ايه؟ عنده ايه؟ مش من حق ان حد يعرف انت عندك ولا عندي ايه ولا ايه. المريض هو اللي يقول، عايز يصرح وحق. هو اللي يقول لنفسه. ملناش علاقه. فالمهم كشفت عليه، قال لي انا عايز اجي لك العياده. قلت له انت جيت لي العياده هتقلبها. ما تجيش العياده، انا اجي لك. قعدنا في مناقشه وبعدين وافق ان انا رحت له، فرحت له في البيت كشفت عليه وخلصت حاجه. قلت له بص انا بقى كبرت، ايه احسن عمل يقربني الى الله؟ قال لي قول انت. قلت له انا الصلاه. قال لي طب ما انت بتصلي. قلت له الصيام. قال لي ما انت بتصوم. الحج ما انت بتحج كل سنه وهكذا تيك تيك تيك. قلت له مش عارف، ما اعرفش غير دول. قال لي يا دكتور حسام اكتر حاجه تقربك الى الله حاليا في سنك ده جبر الخاطر. وسكت مشينا وخلاص، وانا خدت الكلمه فيري لايت، ما خدتهاش بالعمق اللي هو قالها بيه. قلت له قلت له عندك ادله؟ قال لي حوالي ست سبع ادله من القران جميله جدا جدا جدا، لما تسمعها تبكي والله. لو حضرتك فاكرها قولها لي. فاكرها عشان اقولها للناس. فاكرها كويس جدا يعني. المهم تاني يوم كان اجازه، ده كان يوم اربعة، كان الساعة 8 بالليل، مشيت من عنده 9 بالليل. وكان يوم الخميس مولد النبي عليه الصلاة والسلام، كان اجازة. الساعة 8 الصبح يا استاذ محمود 8، لقيت التليفون الارضي بيطلب مش الموبايل، والارضي ده يبقى حاجة ارجنت يعني. فكلمت طلع جاري. قال لي يا دكتور حسام انا عارف النهاردة اجازة. بس جبر خاطر خالت مراتي 92 سنة، ابقى عدي عليها في القصر العيني، دخلت الوحدة عندك. عندي وحدة في القصر العيني باسمي الحمد لله. طبعا رئيس وحدة الحالات الحرجة بالقصر العيني دكتور حسين. فالمهم ايه؟ نمت. نمت. صحيت الساعة 10 زي أي راجل. مراته كانت باله لسه تجيبها أجازة. النهاردة أجازة. ولابس تيشيرت وجينز، مش مستعد إطلاقا إن أنا أشوف عيانين. ونزلت، نزلت وسط البلد. أنا في 6 أكتوبر. في الشيخ زايد، فنزلت وسط البلد وجبت الحاجه. راجع وانا في ميدان لبنان يا استاذ محمود افتكرت كلمه جبر الخاطر. جبر الخاطر بعدي عليها. حضرتك عارف الازمه القلبيه يحددها انك تموت او ما تموتش الوقت. طبعا طبعا مهم جدا يعني. ودقائق بتبقى ساعات، مش ضروري ساعات على فكره. لو خدت الدواء اللي بيدوب الجلطه في ساعتها المشكله انتهت. ففي ميدان لبنان رحت لافف، قلت لا ده مولانا امبارح قال لي جبر الخاطر. وانا وجات لك يعني لا وكبر ومقطع عند الله ان تقولوا ما لا تفعلوا. هنقعد نقول للناس جبر الخاطر. فرحت راجع لقيت الاسانسير بايظه في الدور الرابع، طلعت على رجلي. انا داخل الوحده جالي جلطه في القلب، خدت الدواء بعد ثانيه. يا سلام. انا مش رايح للست دي، انا رايح عشان انقذ حياتي. حتى النايب بيقول لي يا بيه ما تقلقش ومش عارف. قلت له شتمت بقى، قلت له علق لي اجراستات وانده لي حد كبير. انت عارف حالك. انا شخصت نفسي. وعملت قسطره، اللي كان بيعمل لي قسطره ابني بكى قال لي دول جلطتين ده مش ده يموتوك، انت عديت ازاي؟ قلت له كنت في المحور كان زماني مت. انا جاي يجبر خاطر واحد 92 سنه في غيبوبه، تخيل. في بقى قصة حصلت السنة دي وانا عايز امثلة تانية بقى من فضلك. لا حصلت السنة دي واحنا بنحج دي بقى اللي يعني اشعرت فعلا والله والله يعني مش عايز حد يبكي لما يسمعها. في ست انا واقف في مطار المدينة، احرمنا احنا كنا في المدينة الاول وطالعين على مكة عشان نعمل طواف القدوم ونطلع على عرفة، فلقيتها جاية لي بالراحة بالراحة. قالت لي انت الدكتور حسام موافي؟ قلت لها انت بتاع جبر الخاطر. الله الله الله. قلت لها القصة احكيها لك؟ قالت لي لا ده انا حافظها. ده انا قلت اقلدك، انا قلت اقلدك.
قلت لها عملتي ايه؟ قالت لي ليا ابن عنده شغاله فلبينيه، شغاله بنت بسيطه شغاله، حست بكلكيع في صدرها، فابنها قال لها انا هرجعها بلدها. قلت له يا ابني حرام عليك، نجبر خاطر نجبر خاطرها، دي خدمتك. قعدت اربع خمس سنين بتخدمها. لا 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 هرجعها مش عارف ايه. المهم هي من وراها راحت حجزت في مركز غالي شويه. يعني احسن مراكز تعمل اشعه. انت معشش في دماغك جبر الخاطر بتاعك معشش في دماغك. راحت حجزت لوحدها وكان ميعادها الساعه 11 الصبح، 11 ربع البنت ما جاتش، 11 ل 5 بتكلم انها البنت بتحمل الولاد، انت عايزه ايه؟ الفلوس هتروح عليه لانها حجزت وضيعت والحجز هيروح وشغلان. فالممرضه بتقول لها ما تخشي انت، انا ما عنديش حاجه. قالت لها الستات كلها ما عندهاش حاجه، ما بيخشوا بيطمنوا على نفسهم، مش دفعتي الفلوس هتروح عليكي؟ دخلت طلع عندها سرطان بيبدا. الست اللي رايحه تجبر خاطر شغاله طلع عندها سرطان في الثدي بيبدا، وعملت عمليه وجت تحج معانا. الكلام ده من خمس شهور في الحج في المدينة معانا. ما عندهاش ما تبقاش ورم ولا ما طلعش لسه. ده يعني بيبتدي. ما تشكلش الورم ولا حاجة. بيبتدي حضرتك عارف طبعا كل ما لحقته بدري. بدري طبعا بيبقى وكأن ما فيش حاجة حصلت. شفت بقى عايز واحدة كمان أحلى. هات. دي أول امبارح. أرجوك هات. أول امبارح. هات يا دكتور حسام هات. ليا صديق عزيز جدا عليا. بيقول لي أنا جبرت خاطر واحد ربنا أنقذني. قلت له إزاي؟ قال لي خلصت العيادة. خلصت وقفلت ونزل تحت، واحد قال له ده انا جاي من سويف ما تجبر خاطره. اطلع ليه؟ هطلع العياده تاني وافتح واجيب. قعد بعدين قال لي افتكرتك. قلت طب ما انا اجبر خاطره. طلع لقى الستاره بتبتدي تولع، التشينو بتاع التكييف عمل شراره، لو مشي كانت العياده ولعت. دي اول امبارح. يا خبر ابيض. في ناس طبعا هتسمع الكلام ده تضحك. في لا في ناس دي مش ناس دي اللي بيضحك في ده مش ناس، لكن هذا حقيقي. ده عندهم مشاكل. ده حضرتك حطه تحت بند علمتني الحياه. حطه تحت هذا البند، جبر الخاطر ده حاجه كبيره جدا جدا. طب انت كنت بتقول بقى في القران ده كتيره جدا. لما ربنا يحدد القبله اللي هنصلي عليها اختياره ولا لا؟ طبعا لا مش لا، اختيار النبي. لا امال ايه؟ المفروض تبقى ربنا. بس هو لا النبي رايح ولينك قبلة ترضاها المفروض ارضاها. انما بيجبر خاطر سيدنا محمد. صحيح لانه حس ان هو قد نرى تقلب وجهك اينما تكون فثم وجه الله. يا ربنا ما تفرقش معايا. لا انما بيجبر خاطر سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. صحيح. خلاه يبص. احنا اليوم الدين، شوف بقى كم مليار مسلم ليوم الدين هيبصوا للكعبه عشان خاطر سيدنا محمد. جبر خاطر سيدنا محمد. صحيح. سيدنا نوح. ايه اكتر منظر مرعب في واحد بيموت؟ اللي بيغرق. ما تقدرش تشوفه يا استاذ محمود. انا ما اقدرش اشوف واحد بيغرق يعني شبنه يطلع وبياخد نفسه. ده شيء صعب جدا. شوف بقى جبر خاطر سيدنا نوح. فحال بينهما الموج فكان من الموج عشان ما يشوفش ابنه. الله الله. شفت جبر خاطر اكتر. صحيح. فحال بينهما الموج فكان من الموج لانه كان زعلان قوي قاعد يناقش ربنا كتير. يناقشه فقال لك لا خليك كده. ربنا بيغير. انا الحقيقه بصراحه اول مره اخد بالي من حال بينهما الموج فكان من الموج. منها الا يرى سيدنا نوح ابنه. انا ما اعرفش المعنى بصراحه. اول مره اعرفه وطبعا يعني اثر في